طليق إلهام الفضالة يعلق للمرة الأولى على زيارة ابنته النور لإلهام في المستشفى. بعد انهيار إلهام الفضالة النفسي ودخولها المستشفى، صرحت أنها حصلت بالقضاء الكويتي على حضانة ابنتها النور، وشكرت القضاء ثم شكرت المحامية التي وقفت إلى جانبها. قالت إلهام في شكرها: شكراً من القلب على وقفتك اليوم أستاذة مريم البحر، ما قصرت معي. كنا طليق إلهام الفضالة خليل التميمي أوضح الموضوع على طريقته الخاصة طبعاً، فقال أن زيارة نور هي مجرد زيارة، وإلهام لم تأخذ الحضانة أبداً بل فقط حصلت على زيارة، وهو لم يكن يمانع من الأصل أن تزور ابنته النور أمها، لكن إلهام قررت اللجوء إلى القضاء ولا يعرف لماذا. شعرك حلو، شلونك؟ جيتي من الزيارة؟ وحيش مشاهد استانستي بالزيارة؟ يلا زوارة حلوة. يلا جاهزة الحين حق البر؟ جاهزة حق الألعاب النارية بالنيوير؟ لا أخاف منهم. خافين منهم؟ بس صوري من بعيد. طبعا نواف عشان سلامتي وعشان قرت عيني في بنتي جايب لي هالخروف. ويجود ان شاء الله هذه الذبايح الثانية وصلت لي من غادة حبيبتي. حبيبتي مشكورة. وكانت ابنة إلهام الكبيرة منى العتيبي قد نشرت فيديو لنور وهي في منزل أمها مع ابنتها الصغيرة وزوجها، كما طمأنت المحبين على حال والدتها الصحية. الحين احنا بإذن الله على بداية سنة جديدة، إن شاء الله هذه السنة الجديدة تكون فاتحة خير لنا كلنا وللعالم كله، ويبعد ربي عنا الأمراض والوباء، تكون سنة يعني حلوة يا ربي، حلوة كل شيء فيها يرد نفس قبل. حق سلامة أمي وشوفتها، حق نور كرت عينها. أعطيك العافية أبو حمود حبيبي. مساء الخير، مساء المحبة.